الميكانيك في ميريكانيات واه الله جيت عندي دابا عاودهم على الخدمه ديال الميكانيك فاش كيبغي يصاوب طوموبيل شحال كيتسنى هاد الطوموبيل دابا شي 4 شهور 5 شهور غا محطوطين تما وقلت الباترون كيقول له الا لقيتي فين تاخذها غاديها بلا ما تسناني غا وما عنديش فين يديها يعني ما كتحبش الخدمه عندك انا الله عندي هنايا 9 شهور ولا 10 شهور هنايا تقريبا اللي باغي زعما يخدم ويدير العقايه الميكانيك اخويا وشنو بالك انت الخدمه ما كتحبش ديما الخدام ما كاين ما كاينينش ميكانيكي كاع انايا وميكانيك راه رسميه انايا ماشي حاجه مغربي بحال الطوموبيل انا واحد البياسه اللي دري يعني اللي بغاو يطلعوا مثلا وبغاو يتعلموا ميكانيك ويعني يمشي يتعلم يحيد البياسه ويرضى هذا هو الميكانيك كديرها في ديغنوستيك كتعطيك المشكل فين كاين كتمشي تحيد ديك البياسه ودير وحده جديده نسى هذاك الميكانيك المغربي يحيد البياسه وتصاوبها وترد هذاك الشيء ما عندهمش انايا انايا غا حيد البياسه ورد البياسه هذا هو الميكانيك في امريكا ما عندهم شي حاجه ديال هادشي بحال راسهم يعني دابا بنادم في امريكا كلشي ولا في يوتيوب واه ما حتىش يعني شي حاجه بزاف يعني الدراري كيحسب لهم زعما خصك تولي معلم بزاف باش تخدم على ميكانيك في امريكا انا اخذت الدبلوم من 2015 وما خليت فين دفعت في المغرب تطابور رجليا وجيت لهنايا والله ما دخلت خدمت 3 شهور خدمت به هنا معلم الله تبارك الله ما يبقاش فيه الحال راه يسهل علي الله وجل هذه البلاد هذه راه ربي يسهل عليه في كلش راه تعطات لك البلاد